استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الذي عقد برئاسته اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، استهله بالإشادة بالجهود التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المصرية المعنية ونجاحها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أشاد مدبولي بلقاء رئيس السيسي مع طلاب الكلية الحربية وأهمية تلك اللقاءات في توجيه الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية. وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أنه يتم حاليا الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات وتجهيز الطرق، خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطار الكهربائي والمونوريل. هذا ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين.